ده احنا هدفنا واضح جدا، هدفنا منظومه ضريبيه فيها ثلاث محاور اساسيه، فيها وضوح ويقين، الناس عارفه بالظبط واجباتها والتزاماتها، عندهم بساطه وسهوله في التنفيذ، وعندنا خفض الاعباء قدر المستطاع عشان نحافظ على تنافسيه البيئه الاستثماريه في مصر. يبقى عندنا حزمه اولى يعني تحقق الغرض منها، وهو عوده الثقه، بناء شراكه حقيقيه مع الممول ومجتمع الاعمال، وجود حاله من الاطمئنان على قدرتنا كمان على التنفيذ هذا الامر باذن الله. بنتكلم على 20 اصلاح، هذين 20 اصلاح دول تم عرضهم على من خلال اكثر من 20 اجتماع قمنا به في حوار مجتمعي موسع مع كافه الجهات. مهم قوي نوضح ان احنا كنا كمان بنتنسق مع شركائنا في الحكومه او في الدوله المصريه، وزارة الاتصالات قعدنا معاها كذا مرة بنتكلم على جهاز المشروعات، عشان في الآخر احنا جايين بحاجة هتفيد، وإن شاء الله تقدر تحقق الغرض من وجود شراكة حقيقية مع قطاع الأعمال، مجتمع الأعمال ومع الممولين، مبنية على اللي أنا قلناه من دقائق، يقين ووضوح وتبسيط حقيقي على الأرض. النهاردة احنا جايين النهاردة ال 20 إجراء اللي احنا وعدنا بيهم. خليني أقول إن 20 إجراء دول ممكن نجمعهم إن هم بيخدموا أربع أغراض رئيسية. والاربع اغراض الرئيسيه دول مهمين جدا جدا لخلق بيئه استثمار افضل، لضمان تنافسيه الاقتصاد المصري، وكمان النهارده نقدر نساعد على قد ما نقدر مجتمع الاعمال ونديله قدر من اليقين والوضوح.